لسنا نشبه صوته بكلامنا إذ ليس يدرك وصفه بعيان. لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته أبدا ولا يحويه قطر مكان. وهو المحيط بكل شيء علمه من غير إغفال ولا نسيان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كإسلام وانا وانا مسرت هاي مسرسوت عندنا قدميا يمطاو كالله بقرب اونت يملك املاك على منورن ممسكرنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي عليه افضل الصلاه وازكى التسليم يا الله من تنيام هنا تشون ممسكرنا انزي ولت يمسكرنات قالوج عند سو ود اسلام يمغباباتشو ناتشو يمجمروا الله سبحانه وتعالى بأملكو من التلنم يا ملكتنا إفراد الله عز وجل بالعبادة، ولتن يدمو إفراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاتباع يا الله ملتن يدمو بچنيا مرياتشننا من قدن تقوامي أدركن استاتشو لنكتل استاتشو بهدو بكتن هيريك بالمالكم زاري تكرتاتشن ميهونا ولتن يوم سكرنا تكال الله هنا يا الله ملكتنيان ملكتنينا تقبل المالت استاتشو لن يسترلفو لن ملك تقبلن يزازون انتازن يكلكلون تنتكلكلن بسا يون قرانا يتبازن نو مالتن يهجن كالهونا يهن إميا قودف سرا بسران قدر إنيام بزيه يمسكرنا تقال الله يعلن إيمان ويم أمت بزيه ومتان يقودفنا يكأن سهيدا المالتن تزينوا على موج إنني مسكرنات قال سياب رب من يالو طاعته فيما أمر تصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع يزنزن هلو متزنزن ما في السم يكلكلتنا من دزيه مراك يتنكرتن هلو دمو أمنو مكبت الله عندما سنك الزو رسو بدنك جو من قد لا يبتش هون هون وما جزت يسبل قال ماذا يا الله من التنيا من التنيا نت ما قبل عند زيو بقاف بتش من نجار نجار هذا نجار كن بتجوار لين سوا ركيم الجبا قدام يا الله من التنيا من التنيا نت شو كالن الله سبحانه وتعالى بس تجوا كل إله كلن ملك تقبلن تجوارين نادر قال ماذا بزيه رجج سوج يتلايو أكتا جوش ليسي قوزي تايا ويمو تتلايو أكتا جوش سيهيري تايا عنداندو يرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم درجة كالمهوك ويم دقمو إساة جون درجة عندما يقبات شادركو كالمهك جنزب عنداند تقباراتن ستقبرنا لنا ليلو دمو بتكارانو كم يقباتشو درجة بلا كفة دركو الله سبحانه وتعالى يززون يساتشون سونتنا سبعينت ستسنال النزين هلتون طرفا يهونو أملكا كتوشن هلق زي رسول صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يلمسن مسكر أشهد أن محمدا عبده ورسوله سنة النزين هلت ترفا يا ملك فتوشن ودك إياد الرقنا مالنا يا الله من التنيا يا الله باريا مهنا تشون سن مسكر كم يقبى بلاي درجة لستا تشون دم يقبى بوستو ملك تيزل مسكرنا تقالنا مسكر مالنا عبده نقركن يا الله باريانا تشو سنل
يميقبون يملكوا زر كله يمولوا لا الله يقربوا يسو تجينا جمالك لذين الله سبحانه وتعالى قرآن لاي أبزانيون غزي كف يالو قدي وچن ارسو بسا چولا يوالون ولتا سياستا وس بزي سمنا ميتارا جمال سبحان الذي أسرى بعبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده النزيه اللي قرآن أنك ترجم يا ملك فتس فندسي أن تكفي له الله سبحانه وتعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوال مولتا إن يستوى السباتش وأنك ترجم الله سبحانه وتعالى ساتشون يساتشون بارنتنا الله انتقى جنة يرقى قطنا بتك أراني لكم عبده ورسوله سنل عندما يترى عن دنيا إن تسوون دال هونو درجة كنيا درجة غرا أبرو إمي هيدنا إمي مساسل جرش إن دال هونو يمسكرنا مالتنا يا الله من التنيا كسوج ويم كليل السوج من لا يبد بزو نقر ألا كذا أستوانا ونعم جمرا يا الله من التنيا وناتشون عندهم أفضل الرسل ناجم الرسل ناجم عندهم يا فترة تلوه ولا ناجم يا الله من التنيا إيه هلو ميا ملكتهم دلنو يساتشون درجة زكا المعذرك ويمتا مكبرات ولا مقدوث يمتا تارسوك هلا እዚህ ላይ ይገደባል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ወስጡ ያዘሉትን ትርጉሞች እናስተውስ ይገባል ማለት ነው። عبد هو رسول الله እነዚህን ትርጉሞች አላህ الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء ጠቁመው አልፈዋል። የመጀመሪያው ለምሳሌ ኢሳቸውን ደረጃ ዝቅ ማድረግና ማንነታቸውን አለማወቅ ተገብ ያለ መሆኑን ከመጠቆሙን የቁርአን አንቀጾች አንዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا من ثاني يوم ستترو ارس برساچو እንደምትጠራሩ ታታድርጉት ይላል በመጥሪያ ራሱ ማለት ነው ያ መሐመድ ይያልካጥራ ማለት ነው ግን አይደለም رسول الله صلى الله عليه وسلم ይክብር ስማላቸው رسول الله ያሉ ነበር ሰሃቦችን የነገሯቸው እና بنقدر درجة راسه لكسطاتش يمكبا يكبر درجة الله هنا يكبر درجة الله سبحانه وتعالى يكون صفاتشون ما أرد ما لن ينتقاتش يكبا مالنا عند زيون أرس برس سووش ساتشو ذن من نتاركي اللباتشون ويمدم ساتشون كفر ما دركي اللباتشون يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول فجهر بعضكم لبعض أن تشبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون دمصاچون كملكتنيا دمص ولاي كف اتادرك الى الله سبحانه وتعالى ايه ادب ايه تادا بهوت زمن يالو بتشا سهون كموتن بهالا نو قبراچو غار هيدو دمصون كف ادركو عند سو مناغر يلبتم كما بين ذلك الامام مالك وغيره بتكارن دغمو رسول الله صلى الله عليه وسلم يما يود اينت استاچون ማላቅና ማላቅ ማለት ከሚገባቸው ወይም ካላቸው ደረጃ በላይ ማለት ነው። እሳቸው የመጡበትን ዓላማ የሚጻረር አይነት ከመስመር ወጣ አክብሮት አይሉት ወይም እሳቸው መከተል አይባል ይሄ አይነት እርምጃዎች አንዳንድ ሰዎች እንይታያል። ረሱላህ ሰለላም በመሰረቱ ሰው እንደሆነ እናውቃለን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ሰዎች የሚልከው ሰዎች ነው አይደል እንዴ? قريشوچ انيا مفلغو ملائكه نو يالو چقاچو نبا الله سبحانه وتعالى گن تلكلاچو قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين تنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول بمرت لا يالو بمدر لا يمنوروت ملائكه وش بيون نورو ود الناس ملائكه وش يلاكو نبا نصلو ወደነሱ መላእክቶች እና ቆነበር ግን በመድር ላይ የሚኖሩት ሰዎች እስከሆነ ድረስ ወደ ሰዎች የሚላኩት ሰዎች ናቸው መልእክተኞች ማለት ነው። ግን
ቁረይሾች በዚህ መልኩ መላእካ ይላክልን ያሉ ሲያሰግሩ ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ ይሁንም ብሎ በብዙ የቁርአን አንቀጾች ላይ መልስ ሰጥቷቸዋል ዛሬ ግን አንድ ሰመቶ ለምሳሌ ረሱላህ ሰለም የተፈጠሩት ከኑር ነው ቢለን ወይም ደግሞ ከአደም በፊት ነበሩ ረሱላህ ሰለም ከአደም በፊት ነበሩ ወይም ደግሞ እንደነም ይላል ኑራቸው ነበር አደም ሲፈጠሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲፈጥራቸው ጭቃው የተፈረካከሰ ሲያስቸግር የረሱላህ ሰለም ኑር ሲጨመርበት ቀጥ ብሎ ቆመ እንደዚህ አይነት ተረት ተረት የሚመስሉ መሰረት የሌላቸው ከአቅልም ከዲንም ጋር የማይገጥሙ ወሬዎች ቦታ ሊሰጣቸው አይገባም በዲን ቦታ የላቸው አቅልም ራሱ የሚቀበላቸው አይደለም ኑሩን ከኑሩ ነበር ኸለቀው ጀሊሉ እሳቸው ኑር ናቸው ከኑር ፈጠራቸው ከኑር የተፈጠረው ማለት ነው መላእክቶች ናቸው አይደለም ረሱላህ ሰለም القران بغلص هنا قنقوا اسكمتوا لنا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي تمام ايه القران انقص لك قدام عبده ورسوله سيبال هولت صنفنيا برنوش لاي ملس يسطال اندالكو كله اهونم ايه القران انقص ثلاثه صنفنيا برنوش لاي اندغنا ملس يسطال قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد تمام انما انا بشر مثلكم لك اندنانتو سونهني ني بلاك كنور يتفطر ملائكه لا يناقوا كما جاء في صحيح مسلم حديث عائشه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يلالو خلقت الملائكه من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق ادم مما وصف لكم ملائكه يتفطروا كنور نو يلالو الله تعالى جنو يتفطروا كاسات نو سوتش كم دن يتفطروا مما وصف لكم علي الله منكم كتنغراچو يتوكن ادم مالك ادم كتنغرو كتنغراچو نغر يتفطروا توكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ادم ذريه ناتشو ادم يا ادم ذريه ناتشو انصنو ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቦታ ይላቸው አባባሎች ይሳቸውን ደረጃ ከፍ ማድረግ ሳይሆን ይሳቸውን ደረጃ ማጉደፍ ነው ለምን ምክንያቱም ይሳቸው ካመጡት አስተምሮት ጋር ሙሉ ለሙሉ የሚጋጭ ነው የአላህ መልእክተኛ ወደዚህ ምድር የተላከው ከሳቸው ወጥም የነበሩት መልእክተኞች ለዚህ ምድር መልእክት ይዘው የመጡት ምንድነው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመልእክተኞች ላይ ያወረደው ኪታቦች የያዙት መልእክት ምንድነው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአንድነት እንዲመለክ ከሱ ውጭ ያለው አካል በአጠቃላይ በፍጹም አምልኮ እንደማይገባው ለማረጋገጥ አይደለም። ይሄንን አይነት ደግሞ ተግባራዊ የሚፈጽሙ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ፍጥረት ዓለም ያስገኘበትን ዓላማ ይፈጠራሩ ስለሆነ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክብር አግድፈዋል ማለት ነው። ብዙ ምሳሌዎች መምጣት ይቻላል ነገር ግን በርግጥ ያላህ መልእክተኛ ምንወድ ከሆነ ደረጃቸውን አውቀን እሳቸውን መልእክተኝነት እንቀበላለን የምንል ከሆነ ማድረግ የሚገባን ምንድን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምን ደኛ መልእክተኞችን ይላከው وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله በአላህ ፈቃድ እንዲታዘዝ ነው ማለት ሰዎች እሱን እንዲታዘዙት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልእክተኛ ነው የሚልከው ማንኛውንም መልእክተኛ من يطيع الرسول فقد اطاع الله من تنيو تذسو الله ان تذسو من قدر لذلك الله سبحانه وتعالى لنيا ان يدرسو ملك تلكون لكوا ملك تلكون لنا لنيا اهن الملك تدى ان يدرس الله سبحانه وتعالى يمرطو تراسو ايدن اهن موت يجبا ملك تن يدرس الله سبحانه وتعالى يملكو تراسو ايدن وي بأطام ايدن وي دقمو بقبزنا ما ايدن بملتثم ايدن اما لذين الله اعلم حيث يجعل رساله الله سبحانه وتعالى ما يكون يتندم يدرك ياوكال ازيلا عند ما تكون منفلقو نغرا بزو كاسلام ايمانوت تكتاي وچ يالو عندانت باندان قنقواچ اسابيوچ يميبالونا اوقنا يترفو سوتچ معناتي نو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكبرونا كف سيادرغونا ياچوالنا ጋዜጦች ላይ ወይም ደግሞ አንዳንድ መጽሔቶች ላይ እንደምናየው ስለ ሰዎች ብዙ ተናግረው የኛን መልእክተኛ አደነቁ ይባላል ካፊሮች ሆነው ራሱ እስላምን ሳይቀበሉ ግን ይህ ሰው በአለም ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ካሳደሩ ሰዎች መካከል በአለም ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ካሳደሩ 100 ሰዎች መካከል አንደኛው እሱ ነው ቁጥር 1 ላይ መጣው አይነት መጻፍ አለ ለምሳሌ ይልጣ አይደለ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንደኛ
እንግዲህ ካፊሮች ራስ መሰከሩላቸው ማለት ነው። በቁረይሾችም ጊዜ በፊትም ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መተው ያሁን ስቃይና መከራ ሲያዩ ራሱ እነዛ ቁረይሾች ይሄ ነገር ጠፍቷቸው አይደለም አህሉ ኪታቦችም ይሄ ነገር ጠፍቷቸው አይደለም ያሪፉን ሁተማ ያሪፉን አብና ነገር ግን እሳቸውን እየተጋደሉና የመጡበትንም ዓላማ እየተጻረሩ ያሉ ሁሉ የእሳቸውን እውነተኝነት ይቀበሉ ነበር አብዛኛው فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون القرآن لا يكون الذين لا يكذبونك بما لا يكذبون أيستبدلهم ياو قالوا እውነተኛ መሆን ያው قالوا ማለት ግማሹ በእልህ ነው ግማሹ ደግሞ በተንኮል ነው ይሄ ሁሉ አለ ተበስተጀርባ ያለ የሆነ መጥፎ የሆነ ስምሬት አለ ግን ይሄን አይነት ምስክርነት ይሰጡ ነበር ነው ሰዎች አሁንም ደግሞ በዚህ ዓለም ላይ ወይም በዚህ ዘመን ከዚህ ዘመን በፊት እንደነት የምስክርነትን ቃላት እናያለን ነገር ግን እነዚህ አይነት የምስክርነት ቃላት ከምን መነሻ እንደሚመጡ ማስተዋል ያስፈልጋል ለምን ቀደምም ብዬ ነበር አንድ ሰው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መልእክተኛ የሚያደርገው በሱ ጉብዝናና በሱ ብልጠት አይደለም ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ اعلم حيث يجعل رسالته እነዚህ ሰዎች ከናገራቸው ካስተዋልን በሰዎች ላይ ብዙ ተጽዕኖ በማሳደር ትልቅ ደረጃ ያገኙና ሰዎች ዘንድ ተቀባይነትን ያተረፉ ሰዎች ብዙ ናቸው ከዛ ውስጥ ቁጥር አንዱ ማን ነው ብለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁጥር አንድ ላይ አስቀምጣሉ እነሱ አባባላቸው ምንድነው ይሄ የሚደንቃቸው በሰዎች ላይ ተጽዕኖ አሳረሩ ብዙ ተከታይ አፈሩ ይላሉ የሚነሱትና የሚፈሩት ለምንድነው አንድ ተራሶ ተነስተ ለምሳሌ ብዙ ሰዎችን ተከተሉኝ ቢል በቀላሉ ተከታይነትን ሊያፈራ ተከታዮችን ሊያፈራ ይችላል ነገር ግን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዓለምን ሂደት ቀይሮ ነበር ባጭር ጊዜ ይሄ ሁሉ ታዲያ ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የመጣ ምንድነው እርዳታ ነው አይደለም እንዴ ነብይ መሆኑን እኮ ከሚጠቁሙ ነገሮች አንዱ ይሄ ነው የአላህ መልእክተኛ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይ መሆናቸውን ከሚጠቁሙ ነገሮች ባጭር ጊዜ ውስጥ ተጽዕኖ ማሳደራቸው ነው ካፊሮች ቁርአንን ላለመስማት ጥረት ያደርጉ ነበር ለምን ተሰሙ እንደሚቀይሩ ሰሚያቁ አብዛኛው ተማሪ طيب በአሁኑ ሰዓት ያለው ግን ከዚህ ነገር በመነሳት ነው አይደለም ከምን በመነሳት ነው ሰዎችን ልክ ነብይ መስሎ ቀርቦ ይሄን ከሰራችሁ ይሄን ታገኛላችሁ ይሄን ከሰራችሁ ደግሞ ይሄነት ነገር ይጠብቃችኋል እያለ እምነት አሳድሮባቸው አንድ የሆነ አቅጣጫ ያስያዘ ሰው ነው ይሄነት አባባል ምንድነው የሚጠቁመው ይሁን አንድ ብልጥ ሰው የተነስተው ሰዎችን ዳጮረበራቸው ነው አይደለም እንዴ አብዛኛዎቹ ካፊሮች ይሄንን የምስክርነት ቃል የሚሰጡት ወይም እሳቸውን በቁጥር አንድ ላይ የሚያስቀምጡት ከዚህ ነገር በመነሳት ነው ልናውቅ ይገባል ደስ ሊለን አይገባም ማለት ነው ግልጽ ነው ወይስ የተንታታ ነገር ነው ግልጽ ነው እነዚህ ሰዎች ይሄን ነገር የሚናገሩት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም በነብይነት ተቀብለው አይደለም ግን ሰዎችን አጭበርብሯቸዋል ወይም ደግሞ እንዴት ነው አስመስሎ የሆነ ብቻ በእውነትም ይሁን በውሸት ትልቅ ለውጥ ማምጣት ስለቻለ ነው ይሄ የሳቸው ብልጠት ያሳያል ይላል ሳቸው በብልጠት ነው እንደዚህ ነገር አደረጉ ሰዎችን ሸውሎ ነው ላ ይሄ ከአላህ ዘንድ የመጣ ወህይ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሰው ልጆች የላከው መልእክት ነው ሰዎችን ከጨለማ ወደ ብርሃን እንዲያወጡ የላካቸው ታላቅ መልእክተኛ ናቸው ኻተሙ ነብይ